دلوقتي مشاهدينا يعني نروح لموضوع تاني، ودايما بنحب نسلط الضوء على الحاجات الإيجابية والمبادرات اللي بتفيد المجتمع. والنهاردة معانا مبادرة هدفها هو ترميم الآثار وضمان استفادة المجتمع من التراث المصري، وهي مبادرة الأثر لينا. وهنتعرف أكتر عن تفاصيلها مع ضيفتنا على زوم، الدكتورة مي الإبراشي، منسق مبادرة الأثر لنا. صباح الخير عليك يا دكتور مي، ولو تقولي لنا يعني ليه اخترتم الاسم ده وإيه هي أهم ملامح المبادرة؟ صباح الخير. احنا اخترنا الاسم ده علشان نعبر عن فكرة ان الاثار هي ملك الشعب كله، والشعب المفروض يستفيد منه وكمان يحافظ عليه. واهم المبادرة ابتدت في 2012، ومن اهم الشغل اللي احنا بنعمله بنشتغل في كذا مجال، في مجال تعليم التراث وصناعات التراث اللي هي ما يشمل الحرف اليدوية والجولات والترشيق والترويج السياحي، وبنشتغل كمان في مجال ترميم المباني الأثرية وإعادة توظيفها، وكمان في مجال إعادة إحياء المباني التراثية عمرانيا، وده بيشمل شغل على مستوى المناطق الفاضية في المناطق التاريخية، تحويلها لمناطق ترفيهية، شغل على البنية التحتية، شغل لتجميل المناطق التاريخية إلى آخره. ومعظم شغلنا في منطقة الخليفة في القاهرة التاريخية. قدمتوا دعم مال لسكان المناطق التراثية من خلال هذه المبادرة؟ ايوه طبعا، احنا يعني اهم فئات المستفيده عندنا هي الاطفال والسيدات. احنا من سنه 2013 عندنا برنامج لتعليم التراث لاطفال منطقه الخليج، عندنا معسكر صيفي بنعمله كل صيف. وبالنسبه للسيدات عندنا برنامج من حوالي 4 سنين برضو لتعليم التراث وللنشاطات التراثيه، ومن ضمنها تعليم الحرف. هل في شكل من أشكال التعاون مع وزارة السياحة والآثار أو مع المحليات في هذه المناطق؟ أيوة طبعا، إحنا وزارة السياحة والآثار هي شريك أساسي من أول ما ابتدينا المبادرة في 2012، بتدعمنا في كل نشاطاتنا وكل شغل ترميم الآثار اللي إحنا بنعمله. حاليا إحنا شغالين مثلا على قبة الإمام الشافعي تحت إشراف وزارة الآثار. غير كده هي بنتعاون معاهم في جميع النشاطات اللي احنا بنعملها. طبعا شريك تاني مهم جدا هي محافظة القاهرة، واحنا حاليا بنتعاون معاهم وبنقدم لهم الدعم الفني في مشروع تطوير مسار آل البيت. وطبعا كل شغلنا كجمعية الفكر العمراني تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. طيب دكتورة مي، ازاي اقنعتوا الناس او قدرتوا توصلوا لهم بفكرة انه حافظ على هذا الاثر، الاثر ده مش عبء عليك، بالعكس ده مكان تفتخر بيه، وغيرتوا الفكر ده ازاي او قدرتوا تتعاملوا معاه ازاي؟ هو الناس في الحقيقة بتحب الاثار بتاعتها وتفتخر بيها، بس ممكن يكون في بعض الاوقات يعني سياسة التعامل مع الاثار بتهتم جدا بالحفاظ على الاثار يعني، وفي المقابل ممكن تكون ان هي بتقلل من صله الناس بالاثار بتاعتهم، يعني اسوار حوالين الاثار، ان انا ما بسمحش الناس انها تزور بطريقه منتظمه، ان ما بيبقاش في استفاده قصوى من الاثار في الاستخدامات اليوميه. و يعني بتتغير. فاحنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان الناس اولا نشوف الاثار زي ما هم شايفينها، يعني ناكد على القيم اللي هم شايفينها، القيم الروحانيه، قيم الاستفاده الماديه، القيم الاجتماعيه، ممكن يكونوا هم القيم الثقافيه مش اهم حاجه بالنسبه لهم. وبعدين بعد كده نعرفهم بالقيم الثقافيه، وبعدين يعني نربط الحفاظ على التراث بالحفاظ على التراث غير الملموس، اللي هو فكره الناس عايشه في المناطق التاريخيه الحيه دي وهي جزء من تاريخها ولازم يستفيدوا منه. فمن خلال الاستفاده بيجي التقدير وبيجي الحفاظ. طب دكتوره مي، كنت قلت لنا ان انتوا بتشتغلوا في مقابر الامام الشافعي، لو تقولي لنا كده يعني المشروع وصل لحد فين هناك؟ هو المشروع ده من تمويل صندوق السفراء الامريكي للحفاظ على التراث، وزي ما قلت تحت اشراف وزاره السياحه والاثار. احنا بنشتغل هناك من 2015، ده مشروع متكامل يعني لترميم قبه الامام الشافعي ترميم كامل. احنا حاليا خلاص يعني خلصنا تقريبا 80% من الشغل، وان شاء الله في خلال شهور قليله هيتم الافتتاح. المشروع بقى بيشمل يعني ترميم الوكالات من الخارج، الترميم المعماري، الزخارف، القبه من الداخل كلها،
مزخرفه بزخارف جميله جدا من العصر العثماني، هي القبه اصلا من العصر الايوبي. بس كمان من اهم الحاجات اللي عملناها ان احنا اكتشفنا قبه، بقايا قبه تحت القبه الحاليه. القبه الحاليه عندها 800 سنه، القبه اللي قبلها دي حوالي 1000 سنه. وده كشف ما كانش حد يعرف عنه حاجه، وده ضريح اللي هو السابق لضريح الامام شافعي الحالي، ما كانش حد برضه يعرف عنه حاجه. واكتشفنا من ضمن البقايا دي كتير جدا من الاجزاء من المبنى القديم، فقدرنا ان احنا نعمل تصور لشكله. وكل ده هيتعرض في مركز الزوار اللي هيكون ان شاء الله جزء من المبنى بعد اعاده الافتتاح ان شاء الله. طبعا اكتشافات اثريه متتاليه والعالم كله مهتم بيها، ويعني اعلاميا كل الناس بتستنى تتفرج، والناس مستنيه تشوف هذه الاثار، واهتمام وزاره السياحه والاثار قوي جدا والقياده السياسيه بهذه الاكتشافات. دكتوره مي الابراشي منسق مبادره الاثر لنا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.